الآن نأخذ مثال من الدوال المثلثية trigonometric function الدالة مثلا دالة الساين of of x يساوي لنا ساين x. هاي الدالة نريد نوجد المشتقة لها derivative find أو اثبت prove that أن المشتقة لها هذه تساوي كوساين يساوي كوساين مشتقة الساين هي كوساين. شلون نثبت هذا؟ نثبته بواسطة الديفينيشن بواسطة التعريف. تعريف شو نقول احنا؟ نقول عندنا أي دالة نريد لها ديريفيتيف يعني مشتقة نقول الدالة الأصلية زائد h ناقص الدالة الأصلية على ال h. هذا إذا أخذنا له ليميت يصبح هو عبارة عن dy إلى dx dy إلى dx. الآن نجربها. الآن ما هي الدالة الأصلية؟ الدالة الأصلية اللي هي ساين. الدالة الأصلية هي ساين. نريد نقول f of x زائد h. كيف نقول على هاي الدالة؟ هاي الدالة الأصلية وهاي زيادة يساوي الساين. العفو هاي الدالة الأصلية الساين فوق. هذا المطلوب. هذا المطلوب. طيب. الآن هاي الدالة الأصلية وهذا الزيادة. الزيادة إيش راح تصير؟ تصير ساين x زائد h. شو يقول القانون؟ يقول الدي واي إلى دي اكس أخذ الدالة الأصلية مع الزيادة العفو ساين x زائد h ناقص الدالة الأصلية. الدالة الأصلية شنو هي؟ ساين x على h. هذا القانون. هذا القانون. هذه بالدوال المثلثية. الدوال المثلثية احنا بعض القوانين لازم نكون حافظيها. يقول مضروب دالتين سينس ساين زاوية معينة مضروبة في ساين زاوية اخرى ممكن نحولها الى شكل اخر. محولها الى 2 في كوساين المجموع. كوساين المجموع على 2 في ساين الفرق على 2. ساين في ساين الفرق اللي هو اي ناقص بي على 2. هذا القانون. الان الاي ايش تمثل الاي هنا حسب هذا الشكل؟ شوف ساين اي في ساين بي. الان اللي يمثل لي القانون شنو هو؟ ساين الاي. هذا الاي راح يصير عندي الاكس زائد اتش هو الاي. الاي هو عبارة عن اكس زائد اتش. البي من هو؟ البي اللي هي فقط الاكس. الان صار عندي هذا القانون نفسه هنا ناقص. طبعا ناقص اي ساين اي ناقص ساين بي يتحول لي الى كوساين في ساين. هذا ساين ناقص ساين يتحول لي الى كوساين في ساين. فايش يصير؟ يصير عبارة عن 2 في ليميت معاها. طبعا ليميت اتش ابروش تو زيرو دي واي الى دي اكس يساوي حسب هذه القاعدة. شنو نقول عليها؟ حسب القاعدة ساين ناقص ساين تصير 2 في كوساين ساين المجموع والفرق. 2 في كوساين المجموع اللي هو شنو؟ اي زائد بي. الاي زائد بي الاي هو اتش زائد بي اللي هو اكس. هذا اي زائد بي على 2.
مضروبة في شنو؟ في ساين الفرق، هذا ناقص هذا، اكس زائد اتش ناقص الثانية. لاحظ اي زائد بي على اثنين، اي زائد بي لاي هذا وهاي البي، اي زائد بي على اثنين مضروبة في ساين اي ناقص بي، هنا اي زائد بي وهنا اي ناقص بي، هاي العلاقة على اثنين طبعا، على اثنين. ومقسوم هذا بدل من بدل هذا خليته، هذا بدل هذا، ساين ناقص ساين صارت كوساين في ساين، على كم؟ على الاتش. نبسطها، شنو عندي اختصارات هنا؟ طبعا هذه ليميت اتش ابروتش تو زيرو، وهنا كذلك لازم نخلي ايضا ليميت اتش ابروتش تو زيرو، وهذا الكسر. الناتج شنو عندنا؟ 2 في اكس زائد اكس، يعني معناها شنو؟ كوساين، كوساين كم؟ كوساين 2 اكس، 2 اكس زائد اتش على 2. والساين ايش راح يصير؟ ساين الاكس مع الاكس تروح، تبقى فقط اتش على 2، اتش على 2، وكلها شو تكون؟ كلها تكون على اتش بيساوي. طيب الان 2 2 طلع خارج الليمت، هذا المقدار ما يذكرنا بفد قانون احنا ماخذين سابقا، نقول ليمت الاكس ابروتش تو زيرو قبل ماخذيها ساين اكس على اكس، شو يساوي لي؟ يساوي لي 1. اي مقدار زاويه على الزاويه نفسها ينطيني 1. هنا ايش ناقصتها؟ ساين اكس على اكس، هنا مو اكس، هنا اتش على 2، لازم هنا ايش تصير؟ لازم تصير اتش على 2، نريد لها 2 هنا، يعني كأنما سوينا؟ قسمنا المقام على 2، لازم هذا ايضا البسط نقسمه على 2، او في نصف، نضربه في نصف، هذا ضربناه في نصف، هذا ايضا ضربه في نصف. يعني يصير هنا نصف وهنا نصف. الان هذا تحقق القانون لو لا؟ شو يطلع لي؟ يطلع لي 1. فاذا ايش يصير؟ 2 في نصف هاي النصف، في 1، 1 هذا الواحد، في ليمت هذا المقدار، ليمت الاتش ابروتش تو زيرو لمن؟ للمتبقي، المتبقي منهم هاي الاثنين طلعناها والنصف طلعناه، في كوساين، كوساين كم؟ كوساين هذا المقدار، ليمت كوساين 2 اكس زائد اتش على 2 ويساوي النصف، هذا الاثنين النصف مع الاثنين تروح. طيب هذا نريد نعوض، احنا راح نعوض ليمت بعد، ما عندي بالمقام صفر، ما عندي مشكله، الان نقدر نعوض. الان عوض بالصفر، كوساين 2 اكس على 2 هذا كم؟ صفر، فالصفر يروح يصير 2 اكس على 2 كم؟ اكس. فاذا مشتقة الساين هي كوساين، مشتقة الساين هي كوساين. نفس الخطوات بالضبط نعيدهن اذا كان السؤال اف اوف اكس يساوي لنا كوساين اكس، وهكذا. طيب الان هاي الطريقة، طريقة الديفينيشن، هي طريقة اثبات، يقول لي اثبت المقدار اللي انا حافظه اعرف القانون له، ولكن الان يحتاج لي انا اعرف ما هي الرولز، ما هي القوانين اللي نقدر نحل بيها، اسمها لو، لو او رولز، رولز اوف ديريفيتيف. بعض القوانين يحتاج لنا ان نكون حافظيه نحن، يعني نعرفهم. اولا ان تكون مشتقه الثابت دي الى دي اكس، ما احنا اخذنا احد التعبيرات هذه، دي الى دي اكس للثابت يجب ان يكون شنو؟ يساوي لصفر.
where الاكس where c is شنو constant constant. طيب بعد الملاحظة الثانية شنو الملاحظة الثانية؟ مشتقة الاكس هي شو طلع لي؟ طلع لي واحد بس احنا راح ناخذها بشكل عام. لما يقول عندك دي الى دي اكس لاي مقدار مرفوع الى ان، يعني الاكس اس ان مثلا، ينزل الاس وننقص من عنده واحد. هذه الطريقة. اي شيء بي اس اريد ناخذ له مشتقة، اي شيء مرفوع الى اس اريد ناخذ له مشتقة، ننزل الاس ونقص من الاس واحد. اذا كانت عندي مثلا دالتين اف اليو والفي تو فانكشن ار تو فانكشن، راح اخذ قوانين عامه. قوانين عامه اللي يقدر يقول لك اذا لقيت، اولا اذا لقيت داله مثلا تريد مشتقة دي إلى دي اكس، فد عدد ثابت ومضروب في دالة، تقدر تطلع الثابت خارج وتشتق واحد، دي إلى دي اكس للفي وحدها. هذا القانون. يعني إذا لقيت عدد مضروب في مشتقة في دالة، تقدر تطلع الثابت خارج الاشتقاق، يعني دائما الاشتقاق هو ثابت. طيب هذا نقدر نكتبه بصيغه ثانيه، نقدر يعني شكله اذا احنا نريد دي الى دي اكس، نقول دي الى دي اكس المن للفي، نقدر نكتبها على شكل دي في الى دي اكس، دي في الى دي اكس، هيك نكتبها. نقدر سي في دي في الى دي اكس. اثنين، مجموع الدوال نقدر نجمعهن اذا عندنا مشتقه لمجموع دالتين، داله اولى زائد داله ثانيه، ونريد لهن مشتقه. يقول لك اشتق اي وحده من عندهن، ماكو مشكله، نشتق الاولى ونشتق الثانيه، كل واحده واحده ممكن يصير. فنقول دي في الى دي اكس والدي يو الى دي اكس، يعني كل واحده نشتقها وحدها يصير. بعد الضرب كذلك الضرب، إذا كان عندك دي إلى دي إكس لدالتين مضروبة مثلا دي ويو، ويو خلنا كابته، فايش يصير؟ هذا يصير بقانون، نقول الأول في مشتقة الثاني دي يو إلى دي إكس زائد الثاني في مشتقة الأول. هذا القانون يجي الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. هذني القوانين. وبعد عندنا كم قانون آخر ممكن أنه نضيفهن عليها. هذا قانون المضروب، قانون القسمة، قانون القسمة وقانون القوة. هسه راح بعد نكتبهن. قانون القوة، إذا كان عندك دي إلى دي إكس لدالة مثلا دالة مرفوعة إلى أس أن، يو أس أن، شلون يصير الاشتقاق مالها؟ نقول ننزل الأس ونتركها المقدار بس ننقص واحد من الأس، بس بشرط أن نشتق اليو إلى الأكس، دي يو إلى دي أكس، يعني نشتق ما داخل الدالة، ما داخل الدالة. هذين القوانين الرئيسية. الآن بس نضيف عليهن هذا القانون الأخير اللي هو قانون القسمة، دي إلى دي إكس لدالتين مقسومة يو على في. شلون نطلع المشتقة مالتها؟ نقول الأول أو المقام في مشتقة البسط، مشتقة البسط لمن؟ إلى الإكس ناقص الثاني في مشتقة الأول أو في مشتقة المقام، يعني المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام، على المقام تربيع، على المقام تربيع. هذا القانون. الآن راح ناخذ مسائل على كل واحدة من عندهم، كل واحدة من عندهم ناخذ
نوع معين ونطبق القوانين عليه. لاحظ أول واحد، أول قانون اللي أخذناه اللي هو شنو؟ ثابت. أي دالة وياها ثابت تقدر تطلع ثابت خارج قوس. مثلا هذا إكزامبل 1، إذا كانت عندك ثلاثة f of x، f of x يساوي لنا 4 في x تربيع. هذه حسب القاعدة يقول لك الأربعة ممكن تطلعها برا، ممكن تطلعها برا وتشتق فقط d إلى dx المن، تشتق فقط لهذه، فقط للاكس تربيع تشتقها. ممكن راح نقول يساوي الأربعة في مشتقة في هذا شنو؟ حسب القانون الأس، هذا قانون الأس. الأس شو يقول؟ نزل الأس، نزله وأطرح من عنده واحد، 2 ناقص 1، فش يطلع الجواب؟ يطلع 8 في أكس واحدة. بس احنا هاي بالحل ما نسوي هاي الخطوات التفصيلية. يعني عندي هذا المقدار، الأربعة أعرفها أنه راح أطلعها خارج الاشتقاق، بس بنفس الوقت أقدر أن أقول ننقص من ننزل الأس وننقص من عنده واحد، يطلع عندي الـ f of x prime مشتقة الدالة. هذه يا قانون هذا ينطبق عليها، اللي هو إذا كانت عندي دي إلى دي أكس للسي في في، قلنا السي طلعها برا وتشتق بس الفي. هذا مثلا عندنا قانون آخر مال الجمع، إذا كان عندك دالة اف اوف اكس دالتين بيها دالتين، هو شو يقول بالقانون؟ يقول دي إلى دي أكس، خلنا نكتب لك القاعدة. القاعدة شو يقول؟ دي إلى دي أكس لمجموع دالتين في ويو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الأول زائد الثاني، مشتقة الأول دي في إلى دي أكس زائد الثاني. يعني إذا لقيت دالتين تقدر تخليهم كل واحدة واحدة، مثل إيش؟ مثل هذا example 2. مثلا يقول دي إلى دي أكس المن هذا المقدار، المقدار شنو هو؟ 4 أو 3 أكس تربيع ناقص مثلا أكس. هذا معناه شنو حسب هذا القانون؟ يعني معناها تشتق هذه الأولى وتشتق الثانية وحدها. إذا شو يصير؟ مشتقة هاي نطلعها وحدها، شو يصير؟ هذا أس مثل ما تعلمنا عليه، وهذا السي، نقول السي وحدة باقي، هذا الأس ينزل لجوا ويتنقص من عنده واحد، 2 ناقص 1 يطلع 1، وهذا ناقص، هذا الأس ماله كم؟ 1، نزله ونطرح من عنده واحد، شو يطلع؟ يطلع 0، فإذا مشتقة الأكس شو يطلع؟ 1، مشتقة الأكس هي 1، فإذا الجواب هو كم؟ هو 6x ناقص 1. 6x ناقص 1. طيب بعد الدالة، المثال الآخر أو القاعدة الأخرى اللي هي في ويو، في ويو شنو معناها؟ يقول الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. هذا قاعدة، قاعدة مضروب دالتين، المشتقة مال دالتين شنو هي؟ إذا عندك يو في يقول الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. مثال، هذا شوين نحتاجه؟ هذا نحتاجه لما يكون عندي أقواس، مثلا نريد مشتقة هاي القوسين، قوس 2x زائد 1 لكل تربيع مضروب في 3x، نريد نشتقها. شلون نشتقها؟ اشتقها حسب هاي الطريقة، خل نكتبها فوق. دي إلى دي أكس لهذا المقدار اللي هو قوسين، اللي هو 2x
زائد واحد مضروبة في ثلاثة إكس. شلون اشتقاقها؟ اشتق هذا وحده وهذا وحده. نقول هذا الفي وهذا اليو. شلون نقول؟ نقول الأول في مشتقة الثاني. مشتقة هذا كم؟ هي ثلاثة. الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. الأول شلون مشتقة هذا؟ مضروبة. الأول ننزل الأس لأن عندي أس هنا ننزله وننقص من عنده واحد داخل الأس، هاي 2 أكس زائد واحد في مشتقة الدالة هاي اللي بيها أس. هذه آخر قاعدة إذا تذكروها هي هاي. لاحظ دي إلى دي أكس لما تكون دالة أس أن شلون اشتقيناها؟ دالة هاي مو بالأكس باليو، يعني دالة يعني بداخلها الأكس. إيش قلنا؟ قلنا ننقص ننزل الأن وننقص من عندها واحد ونشتق هذه بالنسبة للأكس في دي يو إلى دي أكس. لاحظوا شلون؟ لما يكون عندي دالة أس أن ننزل الأس هذا الأس ننزله ونتعامل وياها كأكس وحدة. مثلا اكس اس ان شلون نسوي لها؟ ان وننقص من الان واحد، ولكن لانه مو اكس اذا هذه اليو لازم نشتقها من دي يو الى دي اكس. هذا اللي سويناه نفس العمليه. راح نقول اليو هو هذا القوس الكبير. اليو هو القوس الكبير اس 2. اليو لاحظ هذا اليو اس 2 نفس هاي اليو 2 اكس زائد 1 يساوي الان 2. اليو هي نفسها 2 اكس زائد 1 اس 1 لان نقصنا من عنده 1 مضروب في مشتقه الداخل القوس. مشتقه هذا مشتقته كم؟ 2 في اكس مشتقته كم؟ الاكس مشتقتها 1 والسي ثابت اذا في 2. مشتقه الواحد 0 لان عندنا قاعده اخذناها قلنا الدي الى دي اكس للسي يساوي لنا 0 اول قاعده اخذناها. فإذا هذا مضروب في شنو؟ هذا الأس نزل ناقص واحد في مشتقة داخل القوس. مشتقة داخل القوس كم؟ مشتقته 2. مشتقته 2 لأن 2 زائد 0 مشتقة الثابت 0. نبسطها إذا يصير 2 زائد 1 الكل تربيع، هاي الثلاثة نخليها قدام، زائد 2 2 في 2 في 3 هذني كل المضروبات. 2 في 2 في 4 12 12 شنو؟ اكس في 2 اكس زائد 1. ممكن انا اطلع 2 اكس هاي 2 اكس، ممكن اطلع واحد خارج قوس وتختصر العملية ممكن يصير يساوي 2 اكس زائد 1 مضروبه بالناتج مال بعد السحب هذا اللي طلع خارج قوس. شو بقى عندي؟ 3 في هذا في 2 اكس زائد 1 وهذولا زائد بس ال 12 لانه هذه طلعناها خارج قوس، هذا طلعنا خارج قوس بقى بس 12 اكس. هذا باختصار نعم؟ نعم باختصار. 2 اكس زائد 1 في هذا 2 في 3 6 6 و 12 18 18 شنو؟ اكس. 3 في 1 3 زائد 3 اذا هذا هو المقدار الناتج مال الاشتقاق. وهكذا بقيه القوانين. ممكن ناخذ لنا واحد على القسمه، خلنا ناخذ لنا على القسمة. إذا عندي قسمة شلون نسويها؟ مثلا عندي y يساوي الواي يساوي 3 x تربيع ناقص x على 2 x.
هاي شلون نشتقها؟ نقول دي واي الى دي اكس، دي واي الى دي اكس، شو يساوي لك القاعده؟ شو تقول؟ اذا كان عندك دي في في يو، شلون نشتقها هذه؟ يقول لك اخذ الفي في الدي يو، المقام في مشتقة البسط، لا دي الى دي اكس للفي على اليو، او اليو على الفي، اليو على الفي، يلا المقام في مشتقة البسط دي يو الى دي اكس زائد دي يو، احنا عندنا شو اسمه المقام، لازم لا كسر بسط ومقام لازم ناقص، ناقص ذاك بالضرب يصير زائد، يعني بالمضروب دالتين. اذا المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام، هذا نطبقه احنا الان. المقام 2 اكس في مشتقة البسط، مشتقة البسط اشتقى هذه اس ان، يصير 2 في 6 6 اكس، ننزل الاس وننقص من عنده واحد، ناقص مشتقة الاكس هي واحد، ليش صارت واحد؟ لانه اسها واحد، ننقص من عنده واحد يصير صفر، واحد في اكس الصفر، اكس الصفر هي واحد، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام، مشتقة المقام كم؟ 2 على على كم؟ المقام تربيع، مقام تربيع كم؟ هذا 4 اكس تربيع، هذا خلصت المشتقة. إذا اكو تبسيط انبسط، ما اكو تبسيط هو هذا الجواب يعني. الآن هذا اكو تبسيط عندنا، شو يصير؟ 12 اكس تربيع، ندخل هذا 2 اكس، 2 في 2 6، 2 في 6 12، اكس في اكس اكس تربيع، ناقص 2 اكس، ناقص ندخل على كل القوس 3 اكس تربيع زائد اكس، تمام؟ في 2، هاي 2 ايضا نضربها بالكل، نضرب 2 ويا السالب مع 2 نضربها داخل القوس، شو تصير؟ تصير سالب 6 اكس تربيع، وهذا السالب مع السالب تصير موجب، 2 في اكس 2 اكس على اكس تربيع 4 اكس تربيع. اكو مجال ان نختصر نسوي، ماكو مجال نتركه. الان سالب 12 موجب 12 وسالب 6، سالب 6 موجب 6 اكس تربيع، سالب 2 وموجب 2 تروح على 4 اكس تربيع، اكس تربيع تروح مع اكس تربيع، وال6 مع 2 6 بها 3 وال4 بها 2، فيطلع الجواب هو 3 على 2 مشتقة هاي. نعيد، هذا عبارة عن بسط ومقام، قاعدة مع البسط والمقام شو تقول؟ تقول المقام في مشتقة البسط، مشتقة البسط دي يو إلى دي اكس ناقص البسط في مشتقة المقام، هذا القانون. نجي لهنا، المقام 2 اكس في مشتقة البسط دي يو إلى هذا مشتقة البسط، مشتقة البسط شنو؟ 6 اكس ناقص 1 ناقص هذا البسط، هذا البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع، المقام تربيع، اختصر ويطلع الجواب. أتمنى أن يكون الفكرة كانت واضحة لكم لاستخدام القوانين المشتقات، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.